أمريكا وفرنسا غاضبة من الجزائر، وهذا بسبب أن الجزائر لم تعد تعطيهم أي فرصة للفوز داخل الجزائر بطرقهم اللعينة. حيث انتشر خبر البارحة مفاده أن الوزير السابق للطرقات عمار غول كان تحت التهديد من طرف أمريكا وفرنسا. تخيلوا معي أعزائي المشاهدين، كانت أمريكا، سفراء أمريكا وفرنسا يقومون بتهديد الوزراء الجزائريين، وهذا من أجل الحصول على المشاريع التي كانت تقوم الجزائر بإبرامها مع الصين وبعض الدول الأخرى. كانت يدخل وزير الأمريكي ويتحدث مع وزير الطرقات عمار غول وأجبره على تقديم مشروع الطرقات إلى أمريكا، وكان وزير عمار غول خائفا من السفير الأمريكي، وذهب ليشتكي إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن بوتفليقة قال له أن يصبر معهم. ولكن أعزائي المشاهدين، ومع هذا النظام الجديد لم تعد أمريكا أو فرنسا تأكل الخبز في الجزائر، هذا ما جعلهم غاضبين. فأصبحنا نسمع من أمريكا أنها تريد معاقبة الجزائر بسبب علاقاتها مع روسيا. ليس هذا وحسب أعزائي المشاهدين، كما تدعو أيضا الدول الأخرى لمعاقبة الجزائر. وأيضا ليس برلماني واحد فقط طلب بمعاقبة الجزائر، وإنما 27 برلماني أمريكي. وقبلها بقليل إذا تذكرتم، قامت فرنسا بإلغاء التأشيرات إلى 50% من الجزائريين. الآن تقوم على إعادتها لأنها محتاجة إلى الغاز، ولكن قبلها عندما لم تكن محتاجة إلى الغاز قامت بإلغاء كل التأشيرات على الجزائريين، وهذا كانتقام لأن الجزائر لم تعد تمنح لهم المشاريع. وطبعا كما تعلمون، عندما تأخذ الصين المشاريع تكون بالتكلفة ناقصة، وأيضا يكون العمل جميل. أما إذا أخذتها أمريكا فستأخذ وقتا أطول وستكون التكلفة أكبر. وأيضا أعزائي المشاهدين، وإذا لاحظتم، ومع عام 2022 ومع الحكومة الجديدة أصبحت الزيارات الأمريكية مكثفة في الجزائر بشكل لا يصدق، ولم نرى لها مثيل منذ مدة طويلة. حتى الوزراء والرؤساء الفرنسيين والأوروبيين أصبحوا يأتون بكثافة على الجزائر. فما رأيكم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ لقد كان هذا الموضوع في رأسي وأردت أن أناقشه معكم بعدما سمعت كيف كان الوزير الأمريكي يهدد وزراء الجزائر من أجل الحصول على مشاريع. هذا الخبر فاجأني حقا. أخبروني رأيكم أنتم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء.